بقى انا عندي رد لكل الكلام ده، واكبر دليل اللي بيحصل دلوقتي، وانا والله بقولها بجد، احنا عندنا رئيس الجمهوريه عبد الفتاح السيسي لما بيحط ايده على ملف شايف ان هو نازل لازم يحط ايده، هيفضل وراه لحد ما يطلع بيه وينهض بيه ويطلعه زي ما احنا رجعنا. انا متاكده ان هو هيطلعنا تاني للرياده زي ما كنا قدام، لازم لازم زي ما كنا احنا اصحاب الرياده في السينما والتلفزيون والمسرح وكل ده، لازم نرجع نبقى كده تاني.